ايه سبب ده؟ يعني هل شايفه ان الناس اتغيرت ولا النصوص؟ يعني احنا في مصر مثلا دايما نقول النصوص الجيده قليله قليلة جدا. ومش كتيره، ما اعرفش في سوريا الوضع ايه. هل يعني فالمشاهد بيروح للي موجود ونقول طب ما المشاهد عايز كده، ودي مش حقيقه، لا احنا طبعا اللي ما بنقدملوش طبعا، البضاعه الجيده. انت شايفه ايه السبب؟ هل السوشيال ميديا طغت؟ هل الفنون التركيه طغت؟ هل ايه اللي حصل؟ بتتعدد الفنون وبتتعدد جنسيات الفنون عادي، بس نحن وقت أوقات بنفقد البوصلة باتجاه الهوية تبعنا مشكلة. يعني دائما لازم يكون في معيار معين، أنه أنا بدي أقدم الهوية المصرية، بدي أقدم الهوية السورية، الهوية العربية، قصصنا اللي بتشبهنا، ما رح نقتبس من أفلام أجنبية. بدنا نشوف عنا بالمجتمع قصص كتير، وعنا بالمجتمع قصص يعني فيها دراما مخيفة، بس نحن ما بدنا نكون نستسهل ناخذ من غيرنا. وبنفس الوقت اوقات عم يكون كمان الازمه الاقتصاديه هي اللي حددت هذا الشيء، انه بتلاقي المنتجين ممكن يروحوا باتجاه النص الاسهل، النص اللايت مثل ما بيقولوا. فممكن يكون في نصوص جيده، بس هي قليله، وهي القليله كمان مخبأه. يعني انه لا، نحن هلا بزمن اخر بحجه انه الجمهور عاوز كده، بس هو لا، الجمهور انت اللي بتتواصلي معه، انت اللي بتعطيه الدفعه الجميله. لما كنا نعمل اعمال تاريخيه الناس تحب، لحد هلا مثلا نحن بنشوف ليالي الحلميه، لحد هلا بنشوف رأفت الهجان، مع انه التصوير قديم والطريقه قديمه و و و و، بس بتحسي في بشر، في لحم ودم، في احداث، في مشاعر. فلما بتروح المشاعر، ونحن شعوب عاطفيه، شعوب يعني مشاعرها عاليه، فعم ده احنا تروح بقينا المشاعر. بنتفرج على كوري كوري وبلاقي كوري تركي. لا احنا بقينا يعني بجد صح، ملتصقين للأسف بالشاشات، للأسف. بنتفرج على مسلسلات لا علاقة لها بنا، لا، وبنتفرج عليها ونندمج معاها ونبص ما اندمجت مع، انا لهلا بشوف مصري قديم وابيض واسود، مع اني بكون شايفه الافلام كذا مره وحافظتها، بس كل مره بتحسي في متعه. يعني هذا الزمن الجميل صعب انه يتكرر يعني، فانا لسه معلقه بهذا الزمن، ولسه بحب القصص الرومانسيه، ولسه بدور على المشاعر حتى ضمن العنف الموجود. بتلاقيني عم دور على بصيص مشاعر هون او هون او هون.